قال لي ابو رامز اكيد بتكون عم بتفكر ليش مش عم تركب الحكومة. ما تقلي هلأ انه في تدخلات خارجية ودولية، يمكن فيه بس مش لهالدرجة. بالاساس العلة داخلية والعلة سببها القلة. مزاريب الفساد صايرة عم تنشف داخليا، والامل بالله وبمؤتمر صادر. بلد بامه وابوه حاطط كل اماله على 10 او 12 مليار دولار، معظمها ديون من صادر. القصه مش هون، القصه قديه طلع لها كل وزاره من مصريات صادر، والخناقات دايره على الوزارات اللي جاييها مصاري اكتر، مثلا وزارة البيئة. بلد بيئة، باللهجة المصرية لما يقولوا بيئة بيكونوا عم بيقولوا زبالة، وبلبنان ما في أكتر من الزبالة. هذا رأيي، فكر فيها.